سلام لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وما يخصكم حتى شي خير يا ربي. اليوم صابو مسمن ملوي ديال ثلاثي اللي فيه الزرع والذرة والشعير اللي صراحة كي جديد وصحي، وأكثرية الناس اللي عندهم الاعتلال المعوي يعني عندهم صعوبة امتصاص، صعوبة ديال امتصاص ديال الجلوتين ولا الجلوتين. المهم البنات، فيه الشعير، فيه الذرة، درت الخميرة هي الأولى مع الماء، وغنزيد عليهم الزرع، وغندير في العجان هذاك الشيء يتعجن. دائما خصنا نحافظوا على الداخل ديالها يكون نقي ويكون ناشف وما فيه حتى حاجه، وهي منين تغسل يعني تكفى تنشف مزيان، وتعاوتاني منين تبغي تخشيها تاكدي انها ممسوحه مزيان من تحت، لان داك الماء كيدير الصدا وداك الصدا كيخسر دوك سمو ما كتبقاش دور مزيان. زيد شي شويه ديال القمح بالنخاله ديالو. المهم هي كتعجن وانا كنشوف، لان خصني نبقى نزيد حتى نكمل داكشي اللي عندي ديال الطحين. ضفت الملحه هنا وما عرفتش، المهم انا ضفت الملحه، ولكن حيت انا كان ضفت الملحه ودرت شي شويه ديال سنيده غير باش تعطي داك اللون الذهبي. المهم بعد ما هي كتعجن، بعد ما عجنات ليا وخليت العجينه ديالي ترتاح البنات، كورتها ولويتها، يعني كلشي كيعرف مسمن كيفاش كيتلوى. هذا خصو يكون مدلوك مزيان باش تقدري تلويه بحال هكا ما يتقطعلكش. وهذا الشيء اللي كاين البنات، منين لويت كل ملويه ثم شتو درت غير خمسه ديال الحبات، ما درتش بزاف. صافي خليتها ترتاح شي، خليتهم يرتاحوا شويه وبديت كنطيب فيهم. منين طابوا البنات جاو على هذا الشكل، هذا هاد اللوين فيهم غزال، والاهم من هذا الشيء كامل انهم لذاد لذاد بنان بزاف ومحلول، يعني جاو زوينين. كنطلب منكم تجربوهم وردوا عليا. هذا الشيء صحي، الناس دابا راه ولاو كيتفاداو داك الدقيق الابيض بكل ما امكن. ما تنساونيش البنات في لي لايك.